يوم العرض بتاع Flex Labs ومع محمد كاش. أيوة. أنا صاحب فكرة ياجت وأنا المدير التنفيذي. وفكرة ياجت هي ياجت برنامج زي فيسبوك وزي تويتر. فلو قارناه مثلا بحاجة زي تويتر، تويتر لما بتيجي تكتب أي حاجة عليه ما بيقدرش يميز لو انت بتتكلم على منتج او بتتكلم على مكان. فاحنا اللي احنا عملناه جديد ان احنا عملنا خلينا البرنامج اذكى شويه ان هو يقدر يميز المنتج اللي انت بتتكلم عنه او لو انت بتتكلم على مكان يقدر يميزه ويميز مكانه على الخريطه. فايه الاستفاده من كده؟ الاستفاده ان انت لو انت موجود في اي مكان وفتحت الخريطه من على يادجت هتقدر تشوف كل الناس بتقول ايه على المكان ده. ونفس الكلام لو انت ماسك مثلا كتاب في ايدك او اي منتج وليه باركود مثلا، عملت صورت الباركود ده هيقولك كل الناس بتقول ايه عن المنتج ده. اصحابك والناس اللي انت بتتابعهم هتقدر تعرف رأيهم ايه. وطبعا ليها استخدامات كتير، ممكن يبقى حد يقول انا ببيع المنتج ده واحد بيحط رأيه فيه، ليها استخدامات كتير. والرؤية بتاعتنا ان احنا نطور كمان الموضوع ده، يبقى ان انت تقدر تبقى ماشي في اي حتة تاخد تصور اي حاجة هي تتعرف عليها اوتوماتيك وتقول لك كل الناس اصحابك او الناس اللي انت بتتابعهم بيقولوا ايه عن الحاجه اللي انت صورتها دي. طب الفكره جت لك ازاي؟ هي طبعا الفكره قبل ما ندخل فلات 6 ما كانتش كده بالظبط. هي الفكره كانت ان احنا عايزين اي منتج. الفكره جت اصلا ان احنا عاوزين نعرف الناس بتشتري ايه، فلما يشتري حاجه نقدر ان احنا نتابع الكلام ده من الموبايل. فلما بيجي يشتري حاجة عمل صور الباركود بتاعها وقال انا اشتريتها، فعرفنا ان هو اشتراها. بدأ الموضوع يتطور شوية بشوية لحد لما وصلت الفكرة بالشكل ده، ان احنا عاوزين نوسعها اكتر، مش مجرد ان هو اشترى الحاجة، لا عايزينها تبقى فيها افادة اكتر للناس. فانا ممكن ابقى بشتري حاجة وعايز اعرف اصحابي بيقولوا عليها ايه. هما اوريدي بيقولوا حاجات، يعني مثلا على الفيسبوك وتويتر هتلاقي في اصحابي بيقولوا حاجات كتير على العربية، مثلا عربية بي ام. لكن انا عايز وقت ما انا بشتري العربية عايز اعرف هما قالوا ايه عنها. صعب جدا ان انا اعرف كده، لكن دلوقتي مع ياجت ممكن ان انت تعرف. يعني هو ياجت موبايل اب ولا ويب اب؟ هيبقى الاثنين، هيبقى موبايل ابلكيشن وهيبقى برضو موقع على الانترنت. موقع منفصل عن فيسبوك وتويتر. موقع منفصل عن فيسبوك وعن تويتر. بيركب فوقيهم والناس ممكن اللي هيستخدم ياجت هيقدر ان هو يعمل شير او هيكتب حاجة على ياجت، ممكن كمان ان هو تبقى موجودة على تويتر وفيسبوك بتاعه. يعني احنا هنوصل المواقع ديت بالابليكيشن بتاعتنا. طب وايه السوق هتوصل السوق ازاي؟ يعني احنا الهدف بتاعنا هو السوق العالمي مش السوق المصري بس. هنبدأ الخطة بتاعتنا ان احنا نبدأ بالناس اللي هي محبة للتكنولوجيا، الناس اللي بتحب تجرب البرامج الجديدة، الناس اللي هي بتبقى موجودة على تويتر، الناس اللي ليها ناس كتير بتتابعها. فنحاول نوصل للناس دي ونديهم البرنامج ده يجربوه، وبالتالي لما يبدأ يجربه هيبدأ هو هيكتب عليه حاجة او هيحط اي صورة او اي فيديو، الناس اللي بتتابعه هتشوفها على تويتر وعلى فيسبوك. فمع الوقت يبدأ الناس تسمع عن الابليكيشن بتاعتنا والبرنامج بتاعنا، ومن هنا يبدأ الناس تجرب الابليكيشن بتاعتنا وتلاقي ان فيها استخدامات احسن من تويتر فتبدأ تستعملها. ومع الوقت احنا عندنا كمان في الخطة بتاعتنا ان احنا نبدأ نجيب له الحاجات بتاعته اللي من فيسبوك وتويتر نجيبها عندنا على الابليكيشن، بحيث ان هو بدل ما يكتب بس لا يقدر يقرأ كمان، فيبقاش محتاج ان هو يستخدم تويتر مع الابليكيشن، يقدر يستعمل الابليكيشن بتاعتنا بس. طب بما انك تويتر وفيسبوك هاي في منافسين بيعملوا نفس او حاجة قريبة من انت بتعملها؟ احنا عندناش منافسين دايركت، بس الاريا اللي احنا بنشتغل فيها اللي هي بتاعت السوشيال نتوركس دي او مواقع التواصل الاجتماعي فيها برامج كتير. فممكن انت مثلا تلاقي حاجة انت بتستعملها في برنامج، مش لازم يكون بالضبط نفس البرنامج بتاعك، بس انت شايف ان دي والله انت عجبك وانت مبسوط بيها كده. فبالتالي في برامج كتير تعتبر منافسة لينا، مش دايركت، ولكن في مواقع بتبقى مهتمية بالحاجات اللي هي على الخريطة، بتعمل حاجات ان انت تحط صورة وتربطها بمكان معين مثلا. فديت ليها استخدامات قريبة من الاستخدامات بتاعتنا، فهي هتعتبر زي ما بيقولوا البديل في حالات معينة، لكن مفيش حد دايركت بيعمل اللي احنا بنعمله. طب ايه الخطوات الخطوة الجاية بقى بعد الديمو ده؟
احنا دلوقتي بنعمل الابلكيشن بتاعتنا، متوقعين ان احنا على نص شهر يونيو يبقى عندنا اللي هي البرايفت بيتا بتاعتنا. بنحاول دلوقتي ان احنا تو ريز انفستمنت علشان نكمل الابلكيشن، نخلص الديزاين بتاعنا، وبعدين هنعمل لانش للابلكيشن مش بس في مصر. احنا الخطه بتاعتنا ان احنا نروح على امريكا ونحاول ان احنا تو اتراكت يوزرز هناك، لان اليوزرز المستخدمين هناك باستخدامهم للتكنولوجي اكتر شويه والسوق اكبر. وبعد كده عشان ده يساعدنا ان احنا كمان نقدر نوفر فلوس في المرحلة اللي بعد كده من هناك من امريكا، عشان نقدر نكبر البرنامج بتاعنا بسرعة. طب لو مفيش استثمار؟ لو مفيش استثمار احنا هنكمل زي ما احنا، بس ده يمكن يعطلنا شوية، لان احنا بدل يعني احنا دلوقتي حاليا احنا بنتعلم تكنولوجي جديدة، احنا اللي بنتعلم لغات برمجة جديدة، واحنا التيم فيه 2 بس. فلو احنا التيم فضل 2 او حتى لو قدرنا ان احنا ندفع من معانا لواحد تالت، احنا ماشيين ببطء شويه، والبرامج دي دايما بتطلع التطور فيها بسرعه قوي، يعني ممكن كمان شهرين ثلاثه تلاقي حد طلع بيعمل اللي احنا بنعمله، فده هيعطلنا بس في الوقت. لكن احنا ان شاء الله احنا متفرغين وسيبنا شغلنا متفرغين للموضوع ده، باذن الله مش هنسيبه، يعني هنفضل لغايه لما يبقى الابلكيشن ديت فيها ملايين اليوزرز ان شاء الله. طيب اخر سؤال، لو في حاجه تقدر تغيرها في اخر 3 اشهر في تنفيذ الفكرة أو الشركة نفسها، في حاجة تغيرها؟ تقصد الثلاث شهور اللي فاتوا ولا اللي جايين؟ لا اللي فاتوا. لا أعتقد أنه لا، أنا مبسوط بالبروجرس اللي احنا دخلنا فيه، من لأن احنا يعني يمكن لحد اسبوعين فاتوا احنا او 3 اسابيع كنا لسه بنعمل تغييرات وبناخد فيدباك من الناس في سواري ومن فلات 6 لابس، بصراحه استفدنا كتير. فانا اعتقد ان احنا انا مبسوط باللي احنا وصلنا له، يعني مبسوط ان احنا اتعلمنا واحده واحده وطلعنا البرنامج ده. يعني احنا الديمو اللي موجود النهارده ده يمكن مش اول واحده، انا طلعنا حاجه قبل كده وبعدين وريناها للناس، وفي حاجات ما عجبتناش واضطرينا نعيد تاني، فعملنا اللي هو بيفوتنج تاني للابلكيشن، غيرناها علشان نوصل لحاجه تكون سهله للمستخدم، ما يبقاش فيها حاجات كتير بيعملها. لكن ما يعني ما اعتقدش ان احنا ممكن نغير حاجه 3 شهور يعني. شكرا جزيلا.